ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وفد دولة الكويت إلى أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد COVID-19 والمنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقد المؤتمر اليوم بدعوة من المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى، حيث ألقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح كلمة دولة الكويت في هذا المؤتمر، قال فيها مخاطبا السيدة أورسولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية والمشاركين: إنه لشرف عظيم تمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذا الحدث، ونقل أطيب تمنيات سموه حفظه الله ورعاه بنجاح مساعيهم لمكافحة وباء فيروس كورونا، معبرا عن تقدير دولة الكويت لرئيسة المفوضية الأوروبية على جهودها العظيمة المبذول لتنظيم هذا المؤتمر الدولي للإسراع من وتيرة التطوير والإنتاج والتوزيع العادل لوسائل التشخيص العلاجي واللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد. وأشاد بالدور المهم للاتحاد الأوروبي كقوة دولية فاعلة والجهد الجماعي المشترك لمحاصرة ومكافحة وباء كورونا. وأشار ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية إلى أن دولة الكويت لتؤكد على التزاماتها طويلة الأمد تجاه مبادئ التعاون الدولي والنظام العالمي، وخاصة في أوقات الأزمات والتي يمر بها العالم حاليا، مناشدا المجتمع الدولي عامة وأثناء بذلها الجهود ضد وباء كورونا أن يستمر في جهوده لمساعدة شعوب العالم في المشاكل الأخرى، مذكرا بأن هناك العديد من المواضيع كاللاجئين والمهاجرين والفقر والمجاعات وانتشار العديد من الأوبئة الأخرى. وشدد على أن هذه القضايا والمشاكل تحتم علينا وتذكرنا بضرورة بقاء المجتمع الدولي موحدا وأن يضاعف تعاونه المتعدد الأطراف بهدف مواجهة تلك التحديات العالمية. وأشاد ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية بالدور المحوري التي تلعبه منظمة الصحة العالمية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 حول العالم، وتقديم الدعم والتوجيه والمساعدة والتوصيات للعديد من الدول، لا سيما تلك التي تعاني من تدهور منظومتها الصحية، وتقدم الخطط الاستراتيجية والموارد اللازمة لتعزيز المنظومات الصحية وتفعيل أدائها. وأشار إلى أنه من منذ بدء انتشار فيروس كورونا أعلنت دولة الكويت عن مساهمتها بمبلغ وقدره 60 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لتهديدات فيروس كورونا في الدول المحتاجة. وتؤكد دولة الكويت على استمرار دعمها للمنظمة وللمجتمع الدولي كافة في مكافحة تفشي وانتشار هذه الجائحة، وتشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية في هذا السياق. وبهذا الصدد أعلن ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية بأن دولة الكويت يسعدها أن تقدم تبرعا بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي خلال هذا المؤتمر دعما لمبادرات مكافحة وباء فيروس كورونا. وعليه فأن دولة الكويت قدمت دعما إجماليا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لضمان استمرارية مكافحة انتشار وباء كورونا والحد من تبعاته. وجدد ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية التأكيد على استعداد دولة الكويت للتعاون بشكل وثيق في مكافحة هذا الفيروس.